معنى السكوت ده معناه ترك الكلام مع القدرة عليه. يعني الساكت هذا ساكت ليه؟ لأنه يقدر أن يتكلم ولكنه سكت. يعني هو متكلم بس ساكت. هذا دائما من أمارة حدوث كلام المخلوقين. فلو قلنا مع أنه ما في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع وصف الله تعالى أو وصف كلامه بأنه في سكوت، لماذا لم يقولوا هذا رغم أنه كلامه في حروف وأصوات ترويم وتأخير؟ عشان هذا السكوت ده هو لو قلنا به لمعنى لكان معنى هذا وصف كلامه تعالى بمثل ما نصف به كلام المخلوقين، وهو تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد كده عارف لو ورد لقلنا به بس على التأويل، لكن ما وردش أصلا. فليه نأول؟ يعني لماذا نأول شيء لم يرد أصلا؟ فلا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا حتى في أقوال الصحابة. ومنزه عن الآفة الباطنية المانعة من الكلام النفسي كما في حال القرس والطفولية اللذان يمنعان من الكلام، وكما لا يشبه وجود الله تعالى، ولا أشوف هنا حل الكلام كلام جميل جدا، وكما لا يشبه وجود الله تعالى ولا صفات وجود المخلوقين ولا صفات. مش الله تعالى له وجود؟ نعم. أو هو الوجود مش موصوف بالوجود، لأنه الذات هي الوجود. نعم. لأنه لو كان الوجود صفة هيبقى للوجود إيه؟ وجود وحيدوه ويتسلسل. فالوجود هو الذات عشان نمنع الدور التسلسل. لا، يبقى الله تعالى له وجود ووجوده لا يشبه وجود له، وله صفات ومن صفاته الكلام وصفاته لا تشبه كلام مين؟ يبقى بالله عليك لماذا نأتي عند الكلام ونجعله يشبه كلام المخلوقين ومؤلفا من حروف؟ أما تخليك ماشي مع الأصل، الذات لها وجود وليس وجوده تعالى كوجودنا. واحد يقول تفسير ده وجود وده وجود، والوجود واحد، وجود يعني ثبوت. نقول له تعالى وجوده تعالى ليس لعلة وليس لسبب، وجودك انت اذا فن التشابه. لا، وجوده تعالى لا اول ولا اخر، وانت ليه اول؟ هنا زال التشابه من كل وجه الا في اللفظ. اما الماء هو ده هذا الذي يريده، لانه مش هنقدر ننفي التشابه في اللفظ والا هيبقى عدم. زي ما بيقول الجماعه تقول لك انت بتخليه عدم، لا احنا بنثبت. يبقى الوجود معناه الثبوت والتحقق، وليس وجود كوجود. ده يعني يعني اتحد اللفظ، حتى مش عايزين نقوله تشابه في اللفظ لانه الالفاظ ما فيهاش تشابه، اتحاد في اللفظ. زي اللي بيقولوا عليه المشترك، لفظ واحد ومعنى مختلف. هو كده معنى المشترك ومعنى المترادف اكثر من لفظ ومعنى واحد. اذا المشترك معناه عكس ايه؟ المترادف. يعني المشترك معناه اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، لا والترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى. يبقى لفظ، يبقى كده زي ما احنا نقول وجود، والوجود لا يمكن ان يشبه وجودنا باي حال. ونقول في الصفات انها ليست كصفاتنا. ليه؟ لانه في الحقيقه صفات الله تعالى مش هو واحد في صفاته. تذكرين يا معنى الوحدانيه بتنفي الكموم الخمسه، تنفي الكموم الايه؟ في الذات، في الذات اثنين، كم متصل وكم منفصل، وفي الصفات كم متصل وكم، وفي الافعال كم في المنفصل، لان المتصل لا ايه؟ لا ينفصل. فاذا كان تعالى واحد في صفاته يعني إيه؟ يعني هذه الصفات، خلينا في صفات المعاني اللي العلم والاراده والقدره والكلام والذات، اذا كان واحد فيها يعني إيه؟ يعني معناها هذه الصفات لا يوصف بها غيره. يعني هو ده هو التمرق. يعني معناه هو واحد فيها، يعني معناه ملوش مشارك فيها. لا. تمام كده؟ يبقى لو وقفت عند المعنى وتأملته يبقى لا يمكن أن يكون له مشارك في كلامه. يبقى في الحقيقة كلام نحن هو المجاز.
حتى مع انه بحروف واصوات والفاظ هو الكلام في لغتنا، ولكنه في الحقيقة الموضوع مجاز، لانه الكلام صفة له وحده، ما فيش حد متكلم غيره، والعلم صفة له، ما فيش حد عالم، والقدرة صفة له غيره. أمال بالنسبة لنا إيه؟ لسنا موصوفين بها على الحقيقة، لأنه ليس لنا الوجود الذاتي من أنفسنا، فكذلك ليس لنا علم ذاتي ولا قدرة ذاتية ولا كلام ذاتي. يبقى جعلنا الله تعالى متكلمين على سبيل الاستعارة أو المجاز بواسطة حروف وأصوات ولغات، ولو شاء لجعلنا متكلمين بواسطة إشارات ورموز وعبارات، أو بطريق كتابة أو بطريق يعني مثلا ممكن كده أبص لك أفهم عاوزي وأنت تبص لي تفهم عاوزي، ولا حد يتكلم فينا ولا حد يسمع حد، لكن بالنظر ممكن يجعل كلامنا كده زي يعني لغة التخاطب بين الأجناس الوجود مختلفة. يبقى معنى كده انه حقيقة الكلام مش هي الحروف، ده وسيلة. يبقى المتكلم او الذي له صفة الكلام حقيقة هو الله، زي العلم سلسلة كده معاي كده، تجد كل ما يوصف به البشر من العلم انما هو راجع في الحقيقة الى علمه تعالى. وما اوتيتم، ما دامت اوتي يعني معناها ليس له العلم من ذاته، بعلمه مسبوق بجهل ونسيان، وفيه قصور وفيه خلل وفيه جهل وفيه مثلا يعني تقلبات وفيه زيادة وفيه نقصان. أما علمه تعالى ثابت، وليس بواسطة اكتساب وليس بواسطة تعليم، يعني معناها العلم له وحده، وأي علم إنما هو مأخوذ بواسطة تعليم الله تعالى. الرحمن خلق، علم القرآن، خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم، وعلمك ما لم تكن تعلم، واتقوا الله ويعلمكم. جمعنا احنا ما عندناش علم أصلا، ولا نوصف بالعلم من ذواتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى لو كان العلم صفة لازمة لنا لشاركنا الله تعالى، ولما كان تعالى واحدا في صفة العلم. طب إذا كان واحد في كل صفاته، ليه تيجي عند الكلام وتقلب المسألة وتخلوا كلام نحن حقيقي وكلام ده وسائل؟ كيف تتخاطب مثلا الحيوانات الأخرى بلغات طبعا وأصوات غير، وفاش مقاطع ربنا حل الإنسان وكمله وجمله بأن جعله إيه صوت له مخارج منه ترتب على كده، هينطق الكلام المعبر والدال على الصفة الإيه القديمة، فميزه وكرمه على جميع المخلوقات. تمام كده، عشان حيتعلق به أمور تانية متصلة بمين؟ بالحق سبحانه وتعالى. جعل الله تعالى الإنسان مخارج، البهيمة لما تتكلم فين المخارج السبعة عشر اللي قالها ابن الجزر؟ مخرج واحد عنده وصوت بيطلع، ومع ذلك البهيمة الثاني فاهم ايش ما فيش لا مقاطع ولا أصوات ولا ترتيب ولا في حروف أصلا. لما عمل الصوت ده اللي سمعه الثاني وراح أقول استجاب له، جاء يهرول ويسعى وقال له لبيك بالطريقة اللي هم فهم الله أعلم كيف فيه، مع أنه ما اسمع في العصغي إلى جميع بهائم الدنيا، تجد الصوت كبالح كده إيه؟ ما فيش فيه كده إيه همس وجهر واستبال واستعلاء، ولا حروف ولا حي، مقطع واحد وخلص دفعة واحدة. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو شاء يجعلنا بهذه الصفة، لكن كرمنا جعلنا مخارج ومقاطع وكذا. يبقى إذن محدش يشاركه في صفاته، ده الفم ليه ده وليس له إيه صفتان من جنس واحد، يعني ملوش كلامين تمام، ولا ملوش مثلا إيه قدرتين ولا علمين ولا سمعين ولا بصرين. يبقى معناها ما فيش تعدد في الصفات في الكم المتصل، ولا تعدد فيها في الكم المنفصل. يبقى قيس على هذا، يبقى معناها احنا اصلا ما عندناش كلام ولا ما عندناش وجود ولا ما عندناش حاجة. اذا كان انتفى عنا الوجود اللي هو سبب لاتصافنا بغيره من الصفات، يبقى لا تثبت لنا اي صفة. يعني شوف كده
اي شيء راجع الى ان الله تعالى اعطانا هذا الشيء، والموصوف به حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وكما لا يشبه وجوده ولا صفاته وجود المخلوق ولا يشبه كلامه، ومن ظن المشابهة فقد دخل في باب من ابواب الشرك. وكما حجب عنا سبحانه وتعالى كنه الذات والصفات، يعني كنه ذاته يعني ايه حقيقة ذاته، هي محجوبة، باب مغلق ومقفل على الجميع، على أكمل الأنبياء وعلى أقرب الرسل وعلى أفضل الملائكة. فكنه ذاتي قال تعالى ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون به علم، نفع عن الكل. باب ده مغلق، حتى فرعون تطاول كده وراح سأل سيدنا موسى قال فرعون وما رب العالمين، ولم يقل من، قل من رب، سهل الإجابة هنا، سهلة جدا. حتى لو سألت الملحدين من رب حيقول الله، هنا بيسأل عن الحقيقة، ما يسأل بها عن الماهية، عن الجنسية يعني، مش كمان عن النوع، عن الجنس، والنوع برضو يسأل عنه بما، بس هو قصد الايه الماهية. قال فرعون وما رب العالمين، ها لا يمكن الإجابة عنه، شوف خد بالك، لا يمكن الإجابة عنه، لا يمكن يعرف بواسطة ذاته، مش ممكن، لأنه لم يطلع، ولا بواسطة صفاته، فالاثنين ممنوعين. فعرفه بأفعاله وبآثاره وبمخلوقاته. قال الجواب رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، مش كده؟ نعم. فكأنه سيدنا موسى يريد أن يقول له الحقيقة أو الذات اللي يسأل عنها بما، تمام؟ وكأنه اتهم فرعون بالجهل، يعني إنه أنت جاهل، وما لا يصدر هذا السؤال من رجل عالم يفهم الذات، يعني ما ينبغي، ما هو واجب، وما يعني يفهم إيه ما ينبغي عليه. فكأنه سيدنا موسى اتهم فرعون بالجهل، فعاد عليه فرعون السؤال واتهم موسى بالجنون وقال ايه ان رسولكم الذي ارسل اليكم، لا يعني مش فاهم كلامي، انا بسأله عن ايه وهو بيجاوب عن ايه، وسأله عن الذات، وموسى ما جاوبش حتى عن الصفات، بيجاوب عن رب ربكم ورب ابائكم رب المشرق والمغرب، ده الاجابة اللي جاءت فيه في القرآن الكريم. فكان من صفات الأنبياء له الفطمة، الفطمة والذكاء، زي ما سأل في سورة طه قال فما بال القرون الأولى، القرون الأولى تشوف كم قرن، قرونا بين ذلك كثيرة. لو سيدنا موسى قاعد يحكي مع قوم نوح حصل لهم كذا، هننسى الموضوع الأصلي، شوف الخبص بتاع فرعون عاوز يشغله به بقصص الأولين عشان ينسيه، وفي الاخر يعمل له مثلا قهوة او يجيب له غداء وخلص، خلصنا عليه واحنا جينا عشان ينسي. انما شوف سرعة الرد، قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، ارجع للموضوع بتاعنا ما تسويناش، فما عرفش يسلك معاه. وكذلك سيدنا ابراهيم قال لما راح قال له انا احيي واميت، قال ربي الذي يحيي، قال له خلاص احنا موافق، آمنت وصدقت أنك تحي وتميت، مش هميت، مش فاضين ندخل في جدل وفي تلاعب بالألفاظ، طالما أنت تحي يعني سلمت لك جدلا بأنك تحي وتميت، فإن الله اللي هو يحي وميت لنا بدعي له ذلك وهو ثابت ومقرر، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن لو وقفنا مع القضية الأولى وقعدنا ناخذ وند فيها، مش هنصل إليها، هتحي كيف وتميت كيف، اجيب اثنين محكوم عليهم بالاعدام، انت براء كذا حي احيانا، اقتل ذا كذا امتنا، هات اللي قتلت وحيتا، وعشان احنا فاضيين ما نجيب لك واحد غير. فكان دخل فقال له خلاص قطع على طول الايه الحجة بتاعنا. كان بس يعني الكلام كويس، مما يروى في اخبار فرعون لما واحدة من الناس من الرعية
ماتت لها بقرة فقعدت تأمل يمكن رأس مالها لا تملك غيرها، فصرخت وهرولت إلى قصر فرعون، وقع يعني في شر أعمال، جايب البقرة الدرة بالحبال وعاوزاه يحييها، وادعى الألوهية قال أنا ربكم الأعلى، فيعمل إيه في المصيبة دي؟ ما هو لو جاب لكن هي مصممة دي عاشت معها وعشقتها ومع ذلك مصممة تحفي حتى يجيب لها بقر العالم كله. فهامان يقول لها إيه؟ هو مشغول بأرواح الملائكة وحائم قدامه يمكن شهرين ثلاثة لما يخلص من الملأ الأعلى، فتنتظري ولا تاخذي بقري فشوف بالحيلة دي راح إيه سكتها، قال لها هتستني الشهرين تقعد كده في الفقر اللي انت فيه لحد ما يفرغ من الملائكة وينزل. قالت له لا، قال لها خلاص خذي بقري. وهو نفسه ما كانش عارف يحل يطلع من الموضوع ده كيف، ما كان. صرخ رجل فقال، كله ده موجود في ابن كثير قصص يعني كده، يعني بيقول يعني اريد رزق اولادي، لانه فرعون كان معاه مين؟ ابليس يجلس معه، ومين حيجلس معه غير ابليس؟ عجبني. فقال لهامان تله، شوف عنده عاوز رزق اولاده، كم عنده كم من اولاد عشان نبعث لهم رزقه؟ فابليس قال له يا انت اللي خلقتهم مش عارف عددهم كم، مش انت اللي خلقهم. قال له كم ذا العدد اللي ايه؟ فقال له مين اللي خلقه مش انت؟ كيف لا تعرف خلقتهم كده بالغشم ده؟ وكما حجب الحق سبحانه وتعالى عنا كنه الذات والصفات، حجب عنا كنه كلامه وكيفيته. انا ما كنتش عاوز حتى كلمه وكيفيته، لانه الكيفيات دي الكيف اعراض. حجب عنا كنه كلامه، وان لنا ان ندرك هذا اذ كنا لا بلاش ما تضيقش العبارة، نجيب كيف ونجيب حد ونجيب جهة ونقول باقت ما ينفعش. تعالى مثلا في عندنا أمثلة مما هو مخلوق ومحسوس لنا ومع ذلك لا نعرف كنهه فضلا عن أن نعرف كيفيته. ألم يقل تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم؟ فبالله عليك احنا مش هنعرف لو سألنا عن أعقل وأحسن الحكماء كنه كلام اليدين، يعني هو اليدين لا فيها لسان ولا فيها شفتين ولا عندها لغة ولا أصوات، هل تتكلم بصوت أو بحرف ولا تدل بإشارة ولا بعبارة؟ المهم أن الله تعالى أثبت لها كلاما وهي مخلوقة، ولا ندرك كنها هذا الكلام فضلا عن كيفيته. وقال تعالى أيضا في شأن الجوارح، فقالوا لجلودهم لمش، قالوا أنطقنا الله الذي إيه أنطق ونحن لا نعرف. المهم ثبت في السنة النبوية الصحيحة أنه كان يسمع سمع أو الصحابة تسبيح الإيه الحصى، يعني سمعوا لغة عربية فصيحة تسبيح لله تعالى، وإلا لو كانت الحصى سبحت باليونانية أو بالفارسية ما كانش عرفوا أنه ده تسبيح، كان صوت قال له خلاص، لما كون قالوا تسبيح وسمعنا تسبيح الحصى وعزيز أو بكاء المنبر أو تكليم الحيوانات ممكن فيها لسان عنده، إنما الحجر والجوارح تتكلم وكلام الكلام ده حياتي من مع بعض، يعني هيتكلم مع بعضهم. وقالوا لي جنودهم، يعني هو هيكلم نفسه هيتكلم مع ايه مع جوارحه. وكلنا امسكنا ولم نبحث في كيفية هذا الكلام ولا عما وراءه. يبدأ كيف نبحث في كيفية وفي كنه كلام الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فأهدى مخلوقات وسلمنا وآمنا. لو جبت أي إنسان مسلم أتؤمن بأن الأيدي والجوارح والأحجار تتكلم وتنطق؟ يقول لك نعم. طب ليش؟ لأن الله تعالى أخبر بذلك. طب ألم يخبر عن نفسه بأنه ليه هنا لم تبحث، يعني خذتها كده آمنت من البداية كده ولم تبحثها في الكيفية، ما مصدقت بيها وأيقنت؟
مع ان لو قيلت لك في غير القرآن لا تؤمن بها ابدا. يبقى زي ما عملت كده هنا، اعمل كده هنا، اسكت. لكن العقل عنده استشراف وعنده امور وعنده عن تطاول، يعني ما ينازع الحق سبحانه وتعالى في الوجود حقيقة الا النفس البشرية هي اللي تسول لك انها تسأل ربها وتحاول تبحث عن رسالته وعن كل ما، انه الانسان عاجز عن معرفة هذه النفس نفسها. وذلك القول الاشبه اللي كتبه السوري في حديث من عرف نفسه فقد عرف ايه ربه، يعني لو عرفت في حقيقة نفسك ممكن تعرفه. او من عرف نفسه بالعجز له لها تأويلات ولها معاني كثيرة في هذا الحديث. كما نجهل كيفية تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر مع انه ثابت، والحجر لا فم له، يعني مش هنثبت بلاش نسبة الصوت، ما فيش فم اصلا ولا في، يعني كيف تتكلم عن الصوت؟ لازم الاول تثبت الايه، وما ينفعش تثبت اللسان من غير اللسان كده واحد، لابد يكون في ايه فم وفي شفتين وفي اضراس في مخارج في حلق، ما هو ده اللي احنا عارفينه. فده كله ايه منفي ولم نثبته. وليس لاحد بعد معرفة ما يجب لله تعالى ان يخوض في كونه ما يجب ولا في كيفيته، يعني ما فيش حد، انت يجب عليك الايمان والاقرار، وهي دي قضايا الدين القضايا الغيبية التي ما ايد الحق سبحانه وتعالى رسوله بالمعجزة الا للاقرار والاذعان بها، لانها مسألة نؤمن بها ونقطع. يعني قضايا الايمان مش قضايا مشاهة، والا بايه معنى الايمان؟ اذا وقفت على الحقيقة بالاساليب المعملية التجريبية او الحسية، بايه معنى كلمة ايمان؟ ايمان يعني غيب مطلق، يعني لا يخضع للتجربة العقلية ولا يخضع للحياة، ايمانه اهو ده معنى كلمة ايمان. لو انت وصلت اليها بالمعاينة وعرفت سرها وحدودها وكيفتها، يبقى ده ممكن ايه اكتشاف، يعني تجربة معاين، يبقى هذا ليس ايه ليس ايمان. يبقى الايمان حقيقة انك ايه هو التسليم، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. بيقول واحد بيسأل سؤال، يقول قال العلماء من قال كيف سمع موسى، السؤال اللي انت يمكن جاء عندك، كيف سمع موسى كلام الله تعالى؟ لا شك انه طبعا كلام الله ما فيش كيف، الكيف ده من شأن الله، لكن الكيف حيرجع الى مين؟ الى موسى. ما هنا في جهتين، في سامع وفي مسموع، فلا بد يكون موسى في كيف، يعني مش معقول حننزه موسى عن الكيف خلناه اله، يبقى في كيفيه لانه ايه مخلوق محدود. فيقول لك لا سبيل او لا يمكن جواب هذا السؤال. ممكن واحد يسأل يقول لك انت بتقول الكلام لا حرف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير، وبعدين ولا شك انه رب تكلم موسى، ولا شك انه موسى سمع، وهي معنى كلام من غير سمع. عاوزين احنا نعرف كيف سمع. طيب افرض انا قلت لك كما تسمع كلامي، في الحالة دي عملت ايه؟ شبهت صراحة. امال حقول لك ايه يعني؟ معناها مش هتستطيع اصل الى اي جواب الا الى الجواب اللي انت عاوز، ده اللي انا قلته لك، وده انت نفسك اللي انت عاوزه بس ارتاح له غير مؤمن به، انت اصلا رافضه، بس ما فيش حاجة هتريحك الا هو، هيريحك من جهة ويقلقك من جهة ايه اخرى. فلا سبيل او لا يمكن الاجابة الا اذا اسمعناه ما سمع موسى، ولا نقدر على ذلك ابدا، لان ذلك من خصائص موسى عليه السلام. حتى سيدنا موسى نفسه مش هيستطيع، لو انت سألته هو مش هيعرف يجاوب الا اذا قال لك تعال معاي واسمع زي ما انا ايه، ولا يمكن هذا حتى لسيدنا موسى نفسه. فلما الآية بتقول ايه واختار موسى قومه، اول ما ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى اخذتهم الرجفة. قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعلت. فخد بالك سيدنا موسى كان معاهم،
ومع ذلك لم تأخذه الرجفة زي ما ايه اخذتهم، ولم تأخذه الصعقة كما اخذتهم في المرة الاولى فعلا لما طلب الرؤية. قال يعني يا مثلا انت تحتار هنا، طب هو ليه هنا صعق ومع انه ما رأاش، يعني يقول قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقره مع انه الاشاعر من يتكلم في الرؤية يقول لك تعليق الرؤية على امر ممكن فهي ممكنة تمام، اما ليه اللي حصل هنا بعدها قال ايه فلما قر موسى أفاق. فلما افاق قال سبحانك ها وانا اوله، قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وخذ ما شو كلمة تب دليل على انه ايه لا ما هو طبعا بالنسبة للانبياء يفسر يعني ما يكون في يفسر في دائرة العصمة خذ بالك، بس في حاجة اسمها ايه مقامات، يعني كأن الله تعالى اختص سيدنا موسى بالكلام، نقول انك فقير برسالة وبكلام فقل ما يعني هو ده هو حدود الجنة اخرك كده يعني معناها الرؤية دي مقام اعلى لواحد ثاني مش لك انت، فكانت تطلبها اذا كأنه حصل فيك ايه طلبت شيء ليس لك فاحس بايه بتقصيره او بشيء يعني كان لا ينبغي ان يطلبه، ولذلك قال بس مش خطأ ده هو طلب مقام اعلى يعني طلب يترقى في الكمالات تمام، ما يقالش انه اخطأ، ولكن هو بنفسه بيعترف انه ده مقام الوهية، هو مش بيعترف لنا، قال سبحانك تبت اليه، لو كان هذا الشيء من حقه او مسموح له ان يطلبه ما كانش يقول تبت اليه، يعني وذا شوف الجواب اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، يعني ما تطلبش حاجه دي لانه مقامك ما وصلش ليها، ده الواحد تاني عندك مقام سيدنا ابراهيم ومقام الخليل في مقام، يعني كل واحد من الانبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم، فكانه طمع في ايه في تفضيل لم يكن له، ولا يلام على ذلك لانه كلهم يطلبون الايه العلو في المقامات، لكن درجة الى ايه مش الى الاعمال ولا الى الطاعة، درجة الى الاصطفاء، ربنا اللي قال كده فضلنا بعض منهم من كلم الله، ده اشارة واضحة من هو موسى عليه السلام وايه يعني صرح بذكر اثنين بالاسم موسى وايه وقال رفع بعضهم مش فوق بعض، لانه التفضيل الذي بين الانبياء لا يفهم منه تنقيص الاخر، ولذلك لم يقل ورفع بعضهم فوق بعض، يعني مش مرفوع على حساب الثاني او على الثاني، لا ده هو كل واحد فيهم مرفوع بذاته مش على 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 الثاني، كل واحد ليه درجه، يعني زي كانه دي اعلى درجه بالنسبه ليك ودي اعلى درجه بالنسبه لك، ما فيش فينا واحد مرفوع على الثاني، ده هي اعلى حاجه دي، انما لو كان دي اقل ودي اعلى معناها رفع بعضهم فوق بعض، يعني كل واحد وصل العلو والمنزلة العليا فيما اختاره الله له، فما فيش واحد مرفوع عن الثاني، ولذلك كلهم سواء من ناحية النبوة، ده نبي وده نبي وده مصطفى وده مصطفى، اما للتفضيل راجع الى ايه الى الخصائص، خص الله كل مزايا ميز الله هذا بصفة وهذا ايه بصفة، فجت آية ثانية تشعر منها بالتنقيص اللي هي ورفع بعض سورة الزخرف نحن قسمنا ورفعنا فوق بعض هنا يجي تنقيص، يعني قال ما انا هسخرك لي، قال في تنقيص ليك وفي اكرام لي، هنا يجي ايه فوق بعض في شأن ايه السخرية والدرجات والمناصب الدنيوية، انما في شأن التفضيل الالهي ما يجيش فوق بعض، لذلك هنا ايه انت تستغرب هنا رفع بعضهم فوق هنا ورفعنا بعضهم درجات بس مش فوق بعض، ولذلك كلهم لهم فضل وليس تفضيل واحد، وذلك مش مفهومش ده افضل من ده، خد بالك يعني التفضيل بيننا بعنا افعل تفضيل، لكن بين الرسل مش افعل تفضيل، ده كل واحد فيهم مرفوع كل واحد فيهم مرفوع بس مش على الثاني بذاته رفع كده خاصة به، فلا يأتي هنا ايه فوق بعض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى والحديث صريح عن تفضيله على يونس
نمثل الامور. لا رغم انه الايه ايه ولا تكن كصاحب الحوت، لكن ده مش تفضيل، مش تنكير. يقول لا تفضلوني على يونس، وقال لا تفضلوني في البخاري برضه على موسى. على موسى ليه؟ قال لانه حديث صريح، لما لقم واحد مسلم لقم اللي يقول الذي اصطفى موسى على العالمين، فاليهود لقم قال لا الذي اصطفى محمدا على العالمين، فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى بالنص كده، او لا تخيروني في رواية كده ورواية كده، فان اول من تنشق عنه الارض انا. شوف كده، ما شوف خد بالك. ولكن اجد موسى قائما ومعلقا متعلق به بالاستار العرش، فلا ادري ابعث قبله افاق قبله ام هو ممن استثنى الله. يعني نمسك عن التفضيل، لكن معنى كده في تفضيل ولا ما فيش؟ راجع الى خصائص والى مزايا. يعني مثلا راى الحق سبحانه وتعالى، ما نقولش كلمه راى بالنسبه للتقريب، يعني انه خصائص ومؤهلات سيدنا موسى كما خلقه لا تسمح له بالوصول الا الى هذا المقام اللي هو مقام التكريم. فمعنى كده يرضى ويشكر ويكون من الشاكرين، لكن تطلب حاجه ثانيه. فقال ادرك وفهم بسرعه، قال سبحانك ايه تبت اليك. وشوف وعلم من بدايه الامر ان هذا المؤهلات واستعدادات لا تصل اليه، فقال شوف الطلب، لم يقل ربي اريد ان انظر او اسمح لي او يعني خليني كذا، قال ربي ارني. شوف كلمة ارني، يعني انت تريني لان انا لا استطيع ان ارى. ربي ارني انظر الي، ولم يقل ربي انظر، ربي ارني انظر، يعني معناها انا مقامي او درجتي ما تسمح ليش ان اكون من الناظرين، ولكن اريد ان بفضلك وباحسانك ان تريني. ولذلك تمنى في بعض الاحاديث انه هو يكون من ايه من امة محمد صلى الله عليه وسلم. الجزاء تفضل. عملت من باب التواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون، وليس من باب التواضع. لا، بعض الناس حل المشكلة قال انه هذا من باب التواضع، لكنه لو كان من باب التواضع بيقول في الوقت الحديث الثاني اللي يفهم من باب التواضع اللي هو انا سيد احمد، ما ده هنا ده ولا فخر. كلمة ولا فخر، انا سيد الناس يوم بما فيهم الانبياء، ولا هذا هو التواضع. انما لما قال لا تخيرون ده ناهي، وهو مأمور أن يحدث بنعمة الله وأن يذكر فضله. قال أنا أول من تنشق، أنا كذا كذا، لكن عندما يأتي بينه وبين نبي آخر يمنع عشان ما يؤديش، يعني هو مفضل فعلا عليه بس إيه حتى لا يؤدي إلى تنقيص الآخر. تمام، معناها كده. ولذلك لم تأتي في الآية فوق بعض، لأنه عشان ما نفهمش تنقيص الإيه الآخرين. طيب الله لما يجي يقول فلان أعلم من فلان، معناها إيه؟ معناها إثبات زيادة علم لأحدهما ونقصانه في الآخر. ما دام زاد ده إذا نقص من هنا لا تفهم إلا كده. فلو قلنا تواضع مش هينفع، يبقى معناها الحقيقة غير كده. إنما التواضع في الأحاديث التي قال فيها إيه ولا فخر، يعني معناها إحنا منهيين قطعا عن التفضيل بين الأنبياء، مع أن الله تعالى يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، لكن لم يذكر من البعض المفضل ومن البعض الايه المفضول. خلاص كده نؤمن بأنه فيه تفضيل، لكن لا نعين على نبي بالذات كما هو في شأن موسى وكما هو في شأن مين سيدنا يونس عليه السلام. يبقى شوف كده لا نقدر على تشبيه ذلك. لو انه واحد طلب كيفية سماع سيدنا موسى نقول والله ما نستطيعش الا في حالة واحدة بس، انه ناخذك مع سيدنا موسى وتسمع كما ايه سمع، ولا سبيل. نعم، ولا سبيل الى ذلك، ولا دليل على اثبات الصوت، ولا دليل على اثبات الصوت في سماع كلام الله تعالى في شأن سيدنا موسى. في دليل ورد كده؟
ولا تدل الآية إلا على مطلق التكليم كما أكدت بالمصدر. وكذلك احنا نؤمن ونقطع بأنه تعالى يرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، يعني احنا نؤمن بالرؤية خلافا لمن نفاها، ومع ذلك نقطع بأن رؤيته تعالى تخالف رؤية الأجسام والأعراض، ولا تشبهها ولا كيفية للتشابه أصلا. فكذلك نؤمن بسماع كلامه سماعا يخالف الأصوات والحروف ولا يشبهها، إذ كلامه تعالى صفة ليس كمثلها شيء. قال الإمام النووي نقول عن العلماء: والكلام صفة ثابتة لله لا يشبه كلام غيره، ولو أثبتنا الحرف والصوت لأشبه كلام غيره لا محال، لأنه أنت تتكلم بحرف وبصوت وأنا أتكلم بحرف وصوت، فلا يمكن أن تقول إنه كلامي أنا لا يشبه كلامك. ليه؟ وأنت بتتكلم إنجليزي هتكلم إنجليزي، عربي هتكلم عربي، فرنسي يا، وحتى لو أنا إنجليزي وأنت عربي، لكن دي حروف ودي حروف ولا مش، ودي أصوات ودي ودي أصوات، إيه معنى نفي التشبيه؟ لا معنى لذلك. وقد وصف الله تعالى نفسه يبقى الآن السؤال عن الكيفية. عن الكيفية احنا قلنا القديم او ما هو ازلي لله تعالى لا يتكيف، لان الكيف عرض ومن صفات الاجسام والاعراض. يبقى اذا سألنا احد عن كيفية كلام الله تعالى لسيدنا موسى او لغيره، تمام، فالجواب اننا نقول له اما انه تروح مع سيدنا موسى ولا سبيل الى ذلك، او نقول له ان سؤالك هذا كسؤالك عن كيفية ما لا كيفية له. معناها سأل في الكيف عما لا يتكيف، وهذا السؤال ساقط من اساسه. فالسؤال عن الكيفية جوابه انه سؤال عن كيفية ما لا يتكيف. فالله تعالى وصف نفسه بالكلام في مواضع كثيرة: وكلم الله موسى، ولما جاء موسى لما كلمه رب، منهم من كلم الله، بعضهم قال منهم ذي للتبعيض، يعني معناها عاوز يقول لك منهم يعني موسى فقط، تمام، وبعضهم قال لا يمنع أن يشترك غير موسى في صفة الكلام مع سيدنا موسى، لأنه منهم للتبعيض، والبعض ممكن يكون واحد وممكن يكون يعني ممكن يكون في رسل آخرون كلمهم الله تعالى كما كلم موسى، ولكن لم يقصص علينا من هم هؤلاء، قص علينا خبر واحد منهم اللي هو موسى. هل معنى كده ما فيش حد ثاني؟ مش معنى، ممكن يكون في ثاني. بعض الناس يفهم انه ده اعلى، ثبت لهم وهو اعلى من الكلام ده، مش عاوز فممكن زي موضوع لما نيجي نفهم انه اثبات يعني منهم من قصصنا عليك، انه هنا ذكر واحد سيدنا موسى، هذا الذكر لا ينفي ان يكون هناك غيره، ده اثبات، والاثبات مش معناه حينفي عن غيره. بعض الناس يفهم انه اللي حصل مع سيدنا موسى والقدر ده قاصر، يعني معناها فقط اللي هو واحد بس اللي هو مين الاخ، لكن لو جيت في الايه من اولها فوجد عبدا من عبادنا، يعني سيدنا موسى التقى بواحد، ولكنهم اللي على قدم وعلى شاكلة وامثال الخضر كثيرون. فممكن واحد لو حدث شيء من هذه الغرائب لخرق السفينة وكذا مع واحد ثاني من اهل الصلاح والتقوى، ممكن ينكره او يسارع الى انكاره ويقول لك ان هذا خاص بينا. قل له لا، انه اول آية قالت عبدا من عبادنا، عند واحد منهم، فلي انت ضيقت الواسع، ففي من اهل الولاية ومن اهل الصلاح ومن اهل ما يحدث معاه زي كذا، بس انت مش مطالب هنا عاد لا، يعني ممكن مثلا لو انكرت الحدث مع سيدنا موسى يبقى كافر، لكن لو انكرت واحد من الصالحين عندنا في الصعيد وعندنا ناس اولياء
وقلت ما حصلش معاه ده ما نقدرش نكفرك ليه، لانه اللي حدث مع سيدنا موسى سبب بطريق القرآن، فمعناه تكذيب للقرآن. انما رجل عادي وانكرت عليه ده حاجة ترجع لك، لا ما نقدرش نقول لا فسق ولا يحذرون، بس كل ما في الامر انه اذا اشتهر بالولاية والصلاح يبقى انت لو عاوز تنكر ما تعملكش يعني حزب للانكار وتشوق، خليها في نفسك وخلاص، وممكن بعد كده ايه ربنا يهديك انك يعني تسلم واثبت للاولياء الكرامة ومن نفاها ما قالش كفر ولا فسق وفم بذنك يعني كأنك ما سمعتوش، يعني سيبك منه لكن ما تكفروش ولا تفسقوش، لانه قد يكون على حق وقد يكون الرجل بيقولوا عليه عنده كرامات ده رجل فاسق فعلا جالك منين كنا صعب على الناس. انما احنا من اقصد البعض ان لموش غير احنا هو مشهور امامنا بالولاية، لكن هذا ليس دليلا على صدق ما يحدث منه، قد يكون استدراج. لكن بالنسبة لسيدنا موسى ما نقدرش نتكلم، ده مقطوع بصحته لانه ورد في ايه اصدق واعظم الايه الكتب، ولذلك ما فيش سبيل ان نكفر منكر الكرامات اللي هي غير ثابتة في الكتاب والسنة. لو انكر الاصل يبقى معناها كانه انكر ما في كتاب، انما لو الافراد يعني واقع مثلا حصلت في القران في السنه لو انكرها ده في كلام غير كده، انما لو واحده مع انسان فهو مش بينكر الكرامات بس بينكر مع ده بالذات، ده لا يمكن يكون رئيس هو يعرف حاجه احنا ما عارفينهاش، احنا في العاده نسكت عنه فنبذن كلام، انما حاجه ثبتت في اجماع او في كتاب او في سنه لا سبيل الى ايه الى انكارها. عندك كذلك ايه في ادلة اخرى على انه الكلام اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كلم به موسى مش معناه مطلق الكلام باصطفاء خاص، والا لو كان مطلق التكليم كان هيشترك المشركين وابليس والى اخره، يعني مثلا يقول تعالى قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فلا يمكن يكون هنا ده مطلق التكليم، ده كلام بإيصال اللي هو داخل في آية الايه الشورى. وكذلك كما نسب الله تعالى الكلام الى نفسه نسب القول قلنا اهبطوا منها، واذ قلنا للملائكة وقلنا يا آدم، وبعضهم قال انه الكلام والقول واحد وبعضهم فرق بين الكلام وبين الايه القول. احنا بدلنا تفريق يا مولانا، احنا ما نفرقش يعني القول هو الكلام مثلا الكرامين تفريق الكرامين تفريق ده عندهم يعني موضوع اخر، احنا عندنا الكلام هو الايه القول. نقول ان القول تعالى ان كنا نقول من مقاعد الكلام مين؟ وان كنا نقول منها مقاعد الكلام، لا ده بيسمع كلام الملائكه في السماء، فمن يستمع الان يجد له ايه يا بالرفض، ده انت كده بقى هتثبت الجهة والجسمية موضوع تاني، ده مش هينفع يقعدوا منها، ده عاوزين يعني يروحوا مكان تاني اعلى عشان يوصلوا، يعني معناها هم بيقعدوا منها ده السماء الدنيا، هم بيثبتوا الجهة فيما هو وراء ذلك، فمش هيوصلوا ليها ابدا، هيقعدوا فين؟ يعني معنى كده عاوزين يقعدوا عند العرش على حسب الفهم اللي انت قلته. وكم من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وعدم تكليمه لأهل النار، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، وبرضه في السلام بما سلام قولا القول إيه كلام. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا في كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق عدة أحاديث، أفتراه يعني حق سبحانه وتعالى متكلما في الآخرة غير متكلم في الدنيا؟ هذا قد جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف يعني في الحج يعني، فقال ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ إيه كلام ربي. يبقى عندما يسمع الناس أو المرسل إليهم سواء كانوا آمنوا أو لم يؤمنوا إنما يسمعون كلام الله بواسطة البلاغ عن مين؟ عن رسوله صلى الله عليه وسلم. في حديث في البخاري في حديث في ان الله سبحانه وتعالى لم يكلم احدا كفاحا
إلا أباك. والله هو أن الواحد يتوقف شوية عند فهم الحديث ليه؟ لأنه معنى كده يعني كأنه حتى دخل في الاستثناء سيدنا موسى نفسه، يبقى كده منزل الجابر أصبحت يعني أعلى. فنتوقف شوية في البحث ونسمع أقوال العلماء ولم يتكلم، يعني لم يكلم إلا أباك، إذا معناها منزل الجابر يعني. وإذا كان هذا المقصود من الأمة أو عموما ننتظر، وفوق كل ذي علم إيه عليم. نعم لا قصة تانية، عندما يعني لا نصل إلى كلام لا يختلف أو لا يتنازع مع ما قرره أئمة هذا الفن خلاص. إنما إذا لم نصل ممكن نصل نقول الكلمة دي ونخلص، مش عاوزين يعني عاوزين نبحث، يعني مش أي كلمة تصلنا رجل خلاص بسيبك منه أحاديث، طالما ثابت وفي أصدق وأوثق الكتب البخاري ونشوف كلام ابن حجر إيه، كلام النووي، كلام العلماء كيف فسروه مع إثبات صفة الكلام لله تعالى، ونستأنس بكلامه. وقد يكونوا قالوا الكلمة اللي طب احنا لم نقرأ كلامهم، فيجب ان نقرأ ونبحث ثم نقول ايه في الآخر ما يفتح الله تعالى به. يبقى عندنا قلنا صفة الكلام ثابتة به بالإجماع وثابتة بالكتاب وثابتة إيه بالسنة. هل يمكن يكون دليل عقلي؟ بعضهم قال طبعا إذا جاء النقل فلا يمتنع العقل أن يورد إيه دليل، بس في هذه الحالة يكون الأصل هو إيه النقل. هو النقل طبعا. قال طبعا العقل بيقول إيه إنه الكلام ده صفة كمال، وإنه ما ينفعش كده ما يكون كمالا للشاهد، لا يمكن أن نقول إنه كمال للغائب، لأنه لا ندري. زي مثلا اللذة دي كمال في الشاهد، والولد تمام، والصحة والزوجة وكثرة المال دي كلها كمالات، لكن بالنسبة للباري نقائص، ويتنزه تعالى عن الزوجة عن الأولاد وعن وهكذا. فإيه اللي عرف العقل إنه ده كمال؟ ورود النقص، يعني مثلا الحركة فينا احنا كمال، لو انت عاجز عن الحركة يبقى عندك نقص عندك عيب، لكن لا يمكن تصف لانه كمال عندك يبقى كمال عنده خلاص كده، يبقى هنا يتوقف العقل. لكن عندما ورد النص باثبات ذلك انه تفتح الذهن، لو كان ده نقص ما كانش ورد بها الشرع، لانه منزه عن كل نقص، يبقى معنى كده ورودها في السمع دليل على انها كمال. هو الأصل هنا بخلاف الصفات الأخرى العلم والقدر، الدليل العقلي فيها هو الإيه؟ هو الأصل. يبقى الأصل هنا هو إيه؟ لا. إيه اللي عرفنا كمان من جهة أخرى؟ بيقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما ذم بني إسرائيل ده في القرآن بيقول إيه عن العجل، اتخذ عجل جسد له خوار، قال تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا، وقال أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، فدل على أن نفي رجوع القول نقص، يعني تتنزه عنه الألوهية. فلما كان لا يكلمهم يعني معناها صفات الرب الكامل الرب الحقيقي، أنه إيه ما يكونش عنده آفة عدم التكلم، حلقة نقص عنده، يعني كأنه يعني ليس من صفات الإله أن يكون غير قادر على الكلام أو على إرجاء القول. فده إيه دليل عقلي، لأنه خد بالك مش معنى بعض الناس يفهم دليل نقلي يعني كده نقلي معنى، ده النقل بيستعمل الحجة العقلية، مش لو كان فيهما آلهة إلا الله لفس، ده اعتبر ده مش قرآن، لكن ده حجة عقلية ولا مش حجة عقلية. ومع ذلك فممكن يكون الدليل اجتمع فيه ليه انه نقل من جهة ثبوته في القرآن او مجيئه في الوحي، وعقلي لانه في حجة عقلية. فالكلام هنا بيقنعهم بالعقل، لانه بنو اسرائيل او عبد الله مش مؤمنين بالوحي، فبيكلمهم بالحجج ليه العقلية. زي ما سيدنا ابراهيم بيقول لهم حاججهم بالعقل لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قال بل فعله، لما قالوا يعني دول ما يفعلوش وما يتكلموش وما يقول أفتعبدون ما لا، أقام عليهم الدليل الإيه العقلي.
قالوا له ثم نكسوا على قد علمت. ده هم بيقولوا له انت مش عارف زي ما بيتكلموا ضل صم بق. لا يا انت هاي من الضلال بتقول انت نفسك ما يقول عليهم ضلال كيف تعبدوهم؟ هذه الادله العقليه. فمش معنى انه دليل نقلي يعني معناها لي يعني محض ما فيش جهه عقليه. لا في دليل عقلي اللي قياس منطقي عقلي، وفي دليل عقلي وارد في النص نفسه، لان القران بيخاطبنا بالحجج الايه العقلي. يبقى معناها اجتمع الدليل العقلي مع الدليل الايه النقلي. فلو كان اله موسى مش قال قالوا هذا الهكم واله موسى فنسي، فسيدنا موسى يقول لهم كيف تعبد عجل لا يكلمكم ولا كذا. لو كان من صفات الاله اللي بيعبد سيدنا موسى انه ما بيتكلمش كان حتكون حجه لبني اسرائيل، نسيب على العجل ما بيتكلم لما الهك كذلك لا يتكلم، كان قالوا له كده. ولكنهم لم يقولوها فثبت الايه النقيض اللي هو العكس. ثم يقال للذين ينكرون الكلام هل الرسالات التي جاء بها الرسل جميعا الا عباره عن تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى؟ الرسالات عباره عن ايه؟ الذين يبلغون والتبليغ عباره عن ايه؟ عن كلام. والمكذب بالكلام مكذب بايه؟ بتبليغه. ومن انكر كون الباري سبحانه متكلما، ده دليل. كل هذه ادله عقليه على اثبات صفه الكلام لله تعالى. وقد عرفنا الكلام راي اهل السنه والجماعه والاشاعره وغيره، وعرفنا راي المعتزله، وعرفنا كلام مين؟ الحنابله وكلام الكراميه والحشويه وغيرهم في هذه الامور. خلاص؟ قلنا ده مسلم، ما قلنا من بطن الدليل النقل مش من بره. واحد يعني استقلالا لا، استقلالا لا يعني نرد عليه باللذة ونرد عليه بالحركة ونرد عليه بأشياء كثيرة نقول دي كمالات وشيء لذة فانت قف أيها. لكن ايه اللي خلى العقل كده رفع الجناحية ومسك في العملية؟ وجوده في النقل، يعني مش استقلال، استئناس، اعتبره عبارة عن تأكيد او متابعة او شواهد، لكن الاصل فين؟ في النقل. مولانا ابو سيد الشكاد يعني بطل على الارض اللي يمشون بها ايدي يمشون بها ايدي نفس الكلام ايه؟ يعني برضو ده معنى يعني قوله تعالى لهم ارض اللي يمشون بها لهم ايدي يمشون بها. انت عاد تلقينهم اذا كان هم ما قالوش كده، يعني رب ما طمس هم ما قالوش الحاجة، انت لو انت معاهم كان ما نفعش الحوار مع السيد. ده هم ما قالوش الكلام اللي انت عاوز تقوله اصلا، لانه لو قالوه حاسين في نفسهم انه في تهافت. لكن لما قال لهم وسكتوا دليل على انه الشيء ملزم عندهم. طب الرجل ده بيمشي بيها وكذا، وده من صفات المحدثات. لكن المشكله في تبليغ الرسالات، في امره في نهى، في الزام بالعباده. ان هي فايده تمشي الرجل وحازم عليها شيء ثاني. فلما قال لهم كده ولم يعارضوه دل على انهم سلموا له واقتنعوا بما قال. اما حضرتك ما اقتنعتش وعاوز ترد، المشكله مش معايا، المشكله مع سيدنا موسى. يبقى الان كده انتهينا من ايه؟ من صفه الكلام وما يتعلق بها والاولى، يعني ان نغلق هذا الملف وما نبحثش فيه تاني. ليه؟ عشان ندخل في موضوعات مهمة إن شاء الله تعالى. ولكن يعني أظن كده وصلنا استوفة العملية حقا، والشبهات كلها تعتبر راحت. وخد بالك كلمة نفسيا نقولها تاني، لو أنت مش عاجبك مش هتضرش، لو حتى لم تعتقدها أصلا. كل ما هو مطلوب منك مش تؤمن إنه في كلام نفسي في كلام لفظي، لو كنت على مؤهل واستوفيت وفهمت ما قيل قبل ذلك وما تم شرحه خلاص. لم تفهم يجب عليك الإيمان بأنه تعالى له كلام لا يشبه كلام المخلوقين، وأنه ليس كمثل شيء، وأن كلامه منزه عن كلام. وخلاص اسكت، حتى ما تقولش ليس بحرف ولا فيه إن في إيه المشابهة، وحتتضمن أو حيدخل فيها نفي الحرف ونفي الإيه الصور. لأنك لو أنت قلت كده رحت مصرح ليس بحرف، حتى يعني خليها إيه نفي إجمال ونويها في قلبك.
ما في داعي تنص عليها. احنا انفت التشابه خلاص بما يعني اعتبر دي جزئية في المشابهة الحرفية، لكن في اشياء تانية في التشابه كثيرة. فلما ننفي الاصل حننفي ما يتعلق به وما وراء، زي ما نقول ليس ككلامنا. وخليك مع النص الواضح الصريح الذي لا يمكن ان ياخذ عليه. لكن اذا جادلك احد او في نراء او في مناقشه واراد ان يثبت، يبقى لا مندوح ولا مفر من ايه الالزام بالادله والتفصيل له. يعني من سكت وسلم خلاص، لانه احيانا احنا بنفتح ابواب مغلقه ما خبر على باله، وهو مؤمن بان الله منزه وليس كذا. لما تيجي انت تقول له الجزئيه دي تفتح عنده باب هو مش على باله، يعني كانك القيت عنده الشبهه، وفي نفس الوقت ما عندك من القوه انتزاعها من قلبه مره اخرى فتثبت عنده، ويعني يترتب عليها وساوس او نزغات شيطانيه او ظلمه النفس او كذا، وتبقى انت السبب. حتى بعضهم عاب على الفخر الرازي قالوا انه هو في ايراد الشبه اقوى منه في دفعها، يعني يورد ويقررها ويثبتها، وباقي لما يجي رد يبقى الرد ضعيف ليس على مستوى الشبه. فلو ما جت الشبهه من الاصل كان احسن، يعني كيف عنده شبهه والله ولا كان تفكر فيها نهائيا. انت ديك حطتها يعني المعروف شيلها، هو ما قادرش يشيلها من عنده، هو كيف يشيلها من عندك؟ فعدم إرادة أفضل. ليه احنا يعني أصل المسألة فيها منزلق خطير وصعب، فأنت لما يكون قطع خلاص تقطع به. لما يكون ظن زي كده، عارف لو العملون المعتزلة واللي قالوا الجماعة ما حدش كان يتكلم في المسألة ولا بحث، وكان سكتوا الأشاعرة وكانوا قالوا زي ما قالوا الطحاوي زمان وما قسموش حاجة وقسموا أبدا، إنما كانوا في معترض. لم يسعوا بعض الناس يقول لك ليه احنا الجماعة دول ما سكتوش؟ هل بحث الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وقسموا الكلام إلى نفس وإلى لفظ وتكلموا في نفي الحرف والصوت؟ ما تكلموش. فلما لم يسكت الأئمة الذين جاءوا من بعدهم؟ أجاب على هذا سيدنا الإمام أبو حنيفة في كتاب متاع المرام، إشارات المرام من عبارات الإمام البياض، بيقول إن مثل أصحاب رسول، كلمة جميلة جدا، مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون حمل السلاح، أما نحن فقد ابتلينا بمن يشكك ويطعن في ديننا ويلقي ويثير الشبهات في عقول أبنائنا فلا يسعون السكوت كما وسعهم. يعني هم ما حدش هاجمهم ولا تعرض لهم، فيجيبوا أسلحة ليه ويحاربوا ليه ويثيروا فتنة ليه؟ اما نحن ما ينفعش يعني يسكت الائمه دول ليه؟ لانه في عصر تشكيك واختلاط الاعاجم واليونان ومسائلهم والناس اللي هم الزنادق ولهم غرض ودسائس وفتن، فلا بد من التصدي لهم. لما عندناش في النصوص والموروث ما يقطع بالحجج فلجأوا الى ايه؟ الحجج العقليه. يعني بنو منين قسموا التقسيم ده؟ هو لم يرد في كتاب ولا من الاستقراء والفهم والاستنباط، هو كل حاجة انت فايل غباء اللي وصلنا. لازم كل حاجة يكون فيها نص وفيها حديث وفيها آية، وإلا لضاقت الشريعة وانتهت والنصوص متناهية. فلازم وإم العمل والعلماء فاهموا واستنبطوا وعملوا مناهج وقعدوا قواعد، بلاش منها. عملت زي الجماعة اللي هم كانوا في الجماعة في السعودية لما ظهر اعتناء الناس بالتجويد، قالوا علم التجويد ده بدعة. ليه؟ قال لم يرد في صحيح البخاري، قال لم يرد في البخاري ولا في مسلم احكام النون الساكنة والسنين والاقلاب وباب وكل ده مرتب، مع انه علم مستقل له رواية منفصلة خالص. احنا ما نعملش زيهم. يعني احنا مثلا كيف نسكت؟ كيف نعمل زي الصحابة؟ هل عصر الصحابة كان فيه فتن؟ أمال فين واجب العلماء؟ فلولا نفر من فين الثابت؟ لا يبيننه للناس ولا لتبينن فين؟ هم الناس ما حدش جاء استفسر منهم، ما حدش نازعهم، ما حدش ألقى شبه عندهم، فيردوا على مين؟ لم تظهر هذه، لم يظهر هذا إلا بعده. يبقى ده مش واجبهم هم، واجب الذين جاءوا. مش كل عصر فيه متطلبات.
هل الفقه اللي هو زمان ينفع؟ لا. ما فين الاستنباط؟ فين المجامع الفقهية وفين عمل المفيد؟ يقول له خلاص اللي لم يفتي فيه الصحابة ما تكلموا في البنوك ولا في الاستثمار نسكت احنا بوقفين كده كلام. يضحكوا على شوف الناس الصم البكم الذين لا يعقلون. انما لازم نتكلم كيف بحسب قواعد الشرع. فزي ما الشريعة لها قواعد الفقه له اصول، كذلك علم التوحيد ليه قواعد وليه احكام استنبطوا منها وقسموا هذا التقسيم اللي احنا بيسموه ده بدعة ولم يرد في الكتاب. هو في الحقيقة مش بدعة، ده اصول واردة وليه شواهد وليه ادلة جابوها من اللغة وجابوها من القرآن وجابوها من، ومع ذلك ما حدش عاوز يقتنع. طب تعمل ايه بعد كده؟ ايه اللي عندك؟ ايه الوسيلة؟ يهدي الله من يشاء. انت بس واجب عليك تبين ما تسكتش. ان سكت بحجة انه الصحابة سكت انت مخطئ. ده الاشعر اللي رسالة اسمك استحسان القول في علمك، استحسان يعني شيء مستحسن ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. او قول يعني اي شيء مستحسن، يعني واجب علينا الدفاع عن العقيدة والبيان للناس حتى وان لم يتكلم ايه الصحابة رضي الله تعالى عنه. رسالة موجودة الأبو الحسن الأشعري اللي أكثر من 43 أو 45 رسالة غير مطبوعة موجودة في المكتبات في دار الكتب. والله تعالى أعلم. كان يقين على صفة الإيه؟ السمع. اللهم صل على سيدنا محمد.